بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نبي صلاة ربي والسلام عليه وحاكى الصغير حديث كبي هريرة ورنايه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري من لم يدع قول الزور قفك أن كتغن مركز من يهي قول الزور بانتا يأف حمضة يحمانتا والعمل به يأنو كعمل فلأو مرقاتي بين ونقضة باطل كوكشقية حمانتا وكشقية والجهل يجهلك إنو قفك لكقر دراضة أما أوسمي الظلم أما حد قذب أوسمي فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه إلهي سبحانه وتعالى حاجة وحدا أكلي غفكاسي أن يدع طعامه وشرابه إنه كتغ عن تديس أما عبتانك نيسى مرة الله سبحانه وتعالى وحج علي هيدتك وناكسا سيب رمضان كما كان لوجره بشان وبش خيرك وبش وناقة صونك وإناد إلى شتاع صونك هذا وإناد إلى شتاع هذه الذنوب أي كاد عضوه وأما هانا قضان ذنوبتا ذنوب أذيقو الظلميني سيدو قلبي هذا الظلميني سيدو نفت هذا إنا حمان سمين سيدو دنبي وحياء ألقشو أما ددك كلا إناد حمان كشيكتو أما بين آت شيكتو أما هكر دروز ددك كلا فهذا كله لا يجوز وحصل لما بنانا في هذا الشهر المبارك بشان وبالبركة سن بشان وبش استغفارت يا نحريست يا عتق من النار فكيف سليم ركون قنيسة للمؤمن قفك مؤمن كأه إن وذنوب يا معاصي قالوا في نهار رمضان حتى في لياليها ما أنت رمضان قفك إنه ذنوب قالوا تتقرأ وحيوها يستمرك ما دام مركز صومنت هيكلية صون كذا أد إلى لينيسيد هبينك للمرها قص هبينك قفكو حرب وسمينا يقدم بيئة حربك حد جود بايا إنترنت كرني هذا جلايان وحرب في سنايا هذا كله لا يجوز إخوتي في الله ما برانه بشو بالبركة سن هدي مركز دنود تقارع سكري ويسيد أما قفك أويا قف مدمن آه أو أرنك كحل إرادي استغفرت بضي استغفارته بضي وإلهي سبحانه وتعالى مركز برجيسي إلهي مركز صوحات كبر إذا إنه قودن بدافه يدن بيقى إنه قلب بيقى إذا كم ذويه مشكلة دوي حوية إن آذن كفى إذيسا وقت هذا في هذا الشهر المبارك حمان تولن كاليرو إن لها ضيسا حاران أرك أفكى ضيسا كوهل وحكى بقى هذا كإلالي حارانت هيسها يو حيابها أوكا لي كفقو وواحد كد ذا شاء خير كد ذال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه إلهي وحدا أكاليه إنا كتكت عنتضي عبتان كبره لأن الصون كلو مجدين عنتضي عبتان إنا كجوستك ليه وحلو جديه لعلكم تتقون إنا الله سبحانه وتعالى كبقتان وحد مذنتهن إن الله سبحانه وتعالى كبقتان إلهي أنك عبصانو صون كيننا آنو إلى لنو أدبت أمها سنتهين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.